أش واقع، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. تكريم ديال الصحافه الرياضيه بالجديده وبالصعيد الوطني، وهذا اعتراف اليوم بان الصحافه هو مكون اساسي من المكونات ديال اي فريق، والسي احمد منير كيتعتبر كذلك من المكونات ديال الدفاع الحسني الجديدي، وكيصنع بالصوت ديالو بالنقل ديال الخبر وبالنقل الاخبار للمحبين والعاشقين ديال الدفاع عبر صعيد الوطن وكتا خارج ارض الوطن. احمد منير تعتبر من الصحفيين اللي غيورين على الفرقه ديال الدفاع الحسني الجديدي، يستحق التكريم بكل صراحه. يعني انا سعيد جدا لان التكريم جاء من فريق اللي كنت عاشقه قبل ان اصبح يعني واحد من المتابعين اللي على مستوى يعني الاعلامي، لان ما نكذبوش على اننا تابعنا الدفاع كنا كمشجعين قبل ما نكونوا اعلاميين. مبادره طيبه، والاجمل فيها هو انك تجي بالتزامن مع الذكرى 60 يوم ورا 60 سنه، وان يتم تكريم عبد ربي مع اساطير كرويه من مختلف الاجيال من مدربين لاعبين ومسيرين ورؤساء سابقين ومشجعين كذلك اللي ارتبط الاسم ديالهم فريق الدفاع الحسني هو الجميل اكثر. هذا تكريم الجسم الاعلامي الجديد بطبيعه الحال، ومن الصحافه الجديديه النزيهه والجاده بطبيعه الحال، لان كما كان الحال كنتميو للجسم الاعلامي اللي هو جسم اعلامي اللي عنده المكانه ديال المستوى الوطني، لانه جديده ما عطاتش غير لاعبين، عطات حتى كذلك اعلاميين من المستوى العالي الان اللي كيأتوا مجموعه من المنابر الاعلاميه الوطنيه وكذلك الدوليه. فاشكر جزيل الشكر لاداره الدفاع الحسني على هذا التكريم، لان كيبقى تكريم عنده دلالات كبيره. انا جد سعيد اليوم بحكم المهمه اللي عندي في المكتب المسير كمسؤول على التواصل، هو تكريم السي احمد منير. السي احمد منير غني عن التعريف، هو يعني اعلامي معروف بالمصداقيه، يعني كاين تجربه كاينه حاضره. كنظن اليوم ان عبر احمد منير تكرم كل جسم اعلامي ديال المدينه الجديده، هو كان يمثل الجميع. صحفي متخلق منضبط، سيد يحب المهنه ديالو، انسان اللي تيتابع الكبيره والصغيره وما عندوش التملق، هذا هذوما الصحفي كنبغيو حنا، وما عندوش حسابات خاصه ولا تيبيع القلم ديالو. هادو انا كنشهد امام الله كنعرفو تقريبا هذه واحد 16 سنه. احمد منير لم يتغير يوما، وتنظن انه نجح في المهام ديالو، وانا اليوم يفاجئني لان اولا هو مربي رجل تعليم، وهادو من الناس اللي كنبغيو تيكون معك في الاوقات الحرجه، وما تيستغلش ظروف ديال اي مدرب او اي يعني انسان اداري باش يبرهن انه عريف. تنظن ان احمد منير الى اعترفوا به راه تعطلوا شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.